تخيل تبقى قاعد في السينما بتتفرج على فيلم اجنبي، وبما ان بقى ثقافتك الانجليزيه زي ثقافتي في الصواريخ الباليستيه، فحط لك جنب شاشه العرض حد بيحكي لك ملخص الاحداث، بيفهمك يعني حاجه كده زي الشيخ حسني في فيلم الكتكات. هو لا شاف الفيلم ولا عارف قصته، ولكن كل اللي بيحكيه نابع من وحي خياله وشطارته بقى في اقناع الجمهور بالاحداث. يا اخي تبا البنت من اصولها بصوت غريبه، انما خناقه لم تحدث، عمري ما شفتها قبل كده. حداقة يعني مش علام. السينما بدأت صامتة، وكل اللي بيربط بينك وبين حدوتة الفيلم المفهماتي. أنت تعلم يا فليب أنه سارق؟ أه طبعا. أظن ليس كذلك، لن أدعه يفلت هذه المرة. هتقولي بقى مين المفهماتي ده وإيه اللي جابه معايا السينما؟ أنا خارج مع المدام والأولاد، مين البيل اللي هيحكي لنا الفيلم ده؟ النهاردة هنتفرج على زيزو وهو بيلعب بإيديه مش برجليه. زمان كانت الأفلام صامتة، وعشان بقى أصحاب دور العرض يكسروا الملل اللي غالباً بيصيب الجمهور بسبب حالة الهدوء الفظيع والصمت المريع، اخترعوا وظيفة كده اسمها المفهماتي. والظلام دامس والبرد قارس والذيابة تعوي. واللي بيشتغلها كل دوره انه يقعد يحكي احداث الفيلم على حسب تخيله للحدوتة. يا اخي تبن تخيل لو السينما لسه صامتة، وكل اللي بيربط بينك وبين الفيلم حدوتة بيحكيها لك المفهماتي. وحتى مع بداية استخدام المؤثرات الصوتية وظهور بقى السينما الناطقة، برضو فضل دور المفهماتي، وبالذات في المناطق الشعبية والريفية، وده لان الافلام اغلبها كان بالانجليزي او الفرنساوي وما كانش فيه ترجمة وقتها. عشان كده مهنة المفهماتي كانت في بعض الدول مهمة جدا، زي في اليابان مثلا اللي كانوا بيحطوا صورة للمفهماتي جنب أفيش الفيلم. وعندنا بقى في مصر كان المفهماتي في سينمات عماد الدين ووسط البلد هو فتوة المنطقة، عشان يقدر يسيطر على الجمهور انه يكمل الفيلم ويقتنع بالحدودة بتاعته. قول لأبوك يشغل أفلام تفرفس الناس متدغدغة. لحد ما جت سنة 1912 ومع أول ترجمة لفيلم سينما في العالم هنا في مصر على إيد الإيطالي المقيم في مصر وقتها ليوبولد فيوريلو. بس الترجمة كانت إزاي؟ عبارة عن لوح إزاز بيتعرض عليها الترجمة جنب شاشة السينما. بس برضو ده ما كانش أحسن حاجة، والطريقة دي الصراحة ما حققتش انتشار عشان تكلفتها العالية، وكمان صعوبة متابعة الفيلم على شاشتين منفصلتين، يعني يشوف الفيلم يشوف الترجمة. أمال إيه حكاية الترجمة بشكلها اللي إحنا متعودين عليه، ومين بقى اللي اخترعها؟ أيها المشاهد الجميل خليك معايا وأنا هحكي لك. تعال نرجع شويتين لورا لبدايات القرن العشرين ونروح الصعيد. اتولد طفل من عيلة أرستقراطية اسمه هيغير تاريخ السينما، مش بس في مصر ده في العالم كله، واللي دلوقتي حضرتك بتتريق على مصطلحاته وعباراته وانت بتتفرج على فيلم أو مسلسل أجنبي قديم شوية. فاكر كل الأفلام الأجنبي كان في آخرها عبارة شهيرة جداً اللي هي إيه؟ تمت الترجمة بمعامل أنيس عبيد. أهو الطفل اللي اتولد في الصعيد ده هو اللي هيغير مسار ترجمة الأفلام. الطفل ده لما كبر بقى المهندس أنيس عبيد اللي كان في طفولته مثقف جداً وبيتقن أكتر من لغة، وده خلاه يقدر يتابع السينما الأجنبية من صغره. وطبعاً وقتها كان أغلب جمهور السينما من المثقفين والأجانب المقيمين في مصر. ومش بس كده، ده كمان أنيس عبيد كان بيلعب دور المفهماتي وسط أصحابه لما كانوا بيتجمعوا ويحضروا فيلم في السينما الصيفي سوا. في سنة 1932 سافر أنيس عبيد لفرنسا، وبالتحديد مدينة باريس، عشان يدرس الماجستير بعد ما اتخرج من كلية الهندسة في مصر. وفي يوم بعتت له الصدفة إعلان منشور على سور الجامعة اللي بيدرس فيها لدورة تدريبية لتعليم الكتابة على شريط الفيلم، وكان هدفها كتابة المصطلحات العلمية على الأفلام التعليمية. لكن الحقيقة إنها غيرت مجرى حياة المهندس المصري أنيس عبيد، وأول حاجة جت على باله أصحابه وإزاي إن هما ما كانوش بيفهموا الأفلام، وده كان بيفقدهم جزء كبير من المتعة والشغف وهما بيتفرجوا على الأفلام، وإن دي أزمة أغلب الجمهور المصري المتابع للسينما وقتها. وده خلاه أول ما خلص الكورس راح اشتغل في شركة تترا للطباعة عشان يعرف أكتر عن طباعة الترجمة. ومرة تانية الصدفة تلعب دور مهم في حياته ويجمعه القدر بالموسيقار محمد عبد الوهاب اللي كان بيصور فيلم الوردة البيضاء في باريس بسبب ظروف الحرب في مصر. وبالحظ كده أنيس عبيد مثل في الفيلم ده دور كده من جملتين في مشهد مع عبد الوهاب، وهي دي كانت بوابة دخول أنيس عبيد الوسط الفني في مصر وقربته من صناع السينما. ومن متفرج لكمبارس المونتير استسلم أنيس عبيد لسحر السينما، وقرر بقى يسيب الهندسة ويرجع مصر في نفس السنة
علشان يفتح فرع لشركة تترا في مصر مع نفس المالك للشركة في فرنسا، ودي بقى أول خطوة لتحقيق حلمه في ترجمة الأفلام. لكن الحقيقة الموضوع ما كانش سهل خالص، مش بس عشان ضعف الإمكانيات في مصر، ده عشان صناع السينما ما كانوش مقتنعين أصلاً بأهمية الترجمة، وشايفين إن كده كده الأفلام الأجنبية جمهورها أغلبه أجانب. بس هو كان مصمم إن الجمهور المصري من حقه يفهم ويستمتع بالسينما العالمية، وحارب في كل الجهات عشان حلمه يتحقق. كتب مقالات كتيرة في الجرائد بتتكلم عن أهمية الترجمة وإزاي بقى هتغير صناعة السينما في مصر. وأخيراً صوته وصل للمسؤولين سنة 39، صدر قرار من مجلس الوزراء بإلزام السينمات بعرض الأفلام الأجنبية مترجمة بالعربي. بس للأسف ملحقش يفرح، لأن الحرب العالمية الثانية قامت ووقفت صناعة السينما ومعها مشروع الترجمة لحوالي 6 سنين. قلعنا على الحرب وسحقاً لمن أشعلها. لما الحرب خلصت أصحاب السينمات افتكروا بقى أن أنيس عبيد نسي موضوع الترجمة ده، لكن الحقيقة هو كان أذكى منهم بكتير. طول فترة الحرب كان بيحضر لهم بقى نماذج من أفلام قصيرة مكتوب عليها الترجمة عشان يقنعهم أكتر بفكرته. فعلا المرة دي قدر يكسب معركته معهم بسهولة، واتعرض أول فيلم عالمي مترجم سنة 46، وهو فيلم روميو وجولييت. أيها المشاهد الجميل، رايح فين؟ المشوار لسه مخلصش. الكتابة على شرايط الأفلام حاجة مش سهلة أبدا. انت عارف الترجمة كانت بتتكتب ازاي على الأفلام؟ دي عملية معقدة جدا. في البداية بتتكتب الجمل على شريط النيجاتيف، وبعدين يتختم عليها بمادة كده زي الشمع عشان تحافظ على الكتابة. وفي أوقات كتير كان الخام بتاع الفيلم بيبوظ ويضطروا يطلبوا نسخة تانية بتكلفة أكبر. أمال مسمينها معامل ليه؟ هنا بقى استحضر أنيس المهندس اللي جواه، واخترع لنا آلة طباعة تقدر تطبع الترجمة على شريط السينما 16 ملي بكل سهولة. وسنة 1950 سجل براءة اختراعه اللي هيصدره لكل العالم وهيغير بيه شكل السينما لسنين كتير. خلال الفترة دي كان أنيس انفصل عن معامل تترا وأسس بقى معامل أنيس عبيد اللي كلنا شفناها على تترات أشهر الأفلام العالمية المترجمة. وبعد افتتاح التلفزيون في مصر زار الرئيس جمال عبد الناصر معامل أنيس عبيد، وشاف بقى الاختراع المصري اللي أبهر العالم، وقرر تكليف معامل أنيس عبيد بطباعة الترجمة على أي مادة فيلمية غير عربية هيعرضها التلفزيون. هنا بقى بيحس أنيس بالمسؤولية، ولأنه بقى مؤمن بدور الفن في التبادل الثقافي وإن الترجمة هي حلقة الربط بين الفن والجمهور، فتح قسم ترجمة في الشركة بتاعته. وبعد بقى ما كان بيجيله سكريبت الترجمة عشان بس يطبعه على الفيلم، وكان غالبا ما بيعجبوش اسلوب الترجمة ومستوى استخدام اللغة العربية والتعبير بقى عن الالفاظ الخارجة، العبارات اللي انت كنت بتقعد تتريق عليها وتطلع عليها كوميك. مش كانت الشتايم بتترجم كلها تبا وتبا لك في الاول، بعد كده بقت سحقا وفي اللعنة عليك. وعشان يبقى مسيطر بقى على العملية كلها اتقن اللغة العربية، وكمان دخل بناته الثلاثة عزة وعايدة وعبلة كلية الاداب قسم انجليزي عشان يشتغلوا معاه بعد التخرج. وبكده يكون أنيس عبيد متحكم في العملية كلها من أول ترجمة السكريبت لحد طباعته على الفيلم. ومع انتشار الترجمة حصلت نقلة في دور العرض وزيادة بقى عدد الجمهور اللي بيروح يتفرج على الأفلام العالمية، وزادت معاها شهرة معامل أنيس عبيد في الوطن العربي والعالم. فتح فرع للشركة في لبنان اللي كانت في التوقيت ده العاصمة الثانية للسينما العربية بعد مصر. أكتر من 40 سنة وأنيس عبيد محتكر سوق الترجمة من غير أي منافس، اسمه اتكتب على أهم أفلام هوليود، وكمان اتوسع أكتر في الترجمة ووصل للسينما الهندية والروسية والفرنسية، يعني من غيره ما كنتش هتشوف أميتاب باتشان. حتى مع ظهور الليزر كانت معامل أنيس عبيد من أوائل المواكبين للتطور. بس برضو أنيس ما كانش بيستغنى عن اختراعه وفضل يستخدمه لحد ما مات سنة 88. وبكده انتهت قصة واحد من أشهر المساهمين في انتشار السينما الغير عربية. لكن معامل أنيس عبيد ما انتهتش، لأن من بعده البنات وعادل أخوهم كملوا مسيرة الشركة. وفي سنة 2000 كانت بداية ظهور الأفلام الديجيتال، واللي أثر بقى على معامل الطباعة، وبالرغم من معامل الطباعة ما بقتش بنفس أهميتها، وده لأن الترجمة بقت بتتكتب على الفيلم بالكمبيوتر. بس فضلت ترجمة أنيس عبيد هي النموذج اللي بيمشي عليه أي مترجم جديد، واللي كان شعاره على المترجم أن يراعي الدقة فيما يتم تقديمه خصوصا في الألفاظ الشائكة، وأن يكون رقيبا
ثانيا على ما يشاهده من افلام. وعلشان كده كان بيلجأ انيس لجمل زي تبا لك اذهب الى الجحيم وغيرها كتير عشان يوصل المعنى من غير ترجمته لللفظ الخارج. دي باختصار كانت القصة اللي وراء اشهر اسم في عالم الترجمة السينمائية المهندس انيس عبيد، واللي بدونه ما كانش هيبقى فيه اجيال كبرت مع برامج في التلفزيون زي نادي السينما واخترنا لك، اللي من خلالهم دخلت اعمال عالمية البيت المصري بدون قلق لانها بس ترجمة انيس عبيد. أنيس عبيد كان الملهم لناس كتير وكان المرافق لأجيال في رحلتهم لفهم المحتوى الأجنبي، سواء بقى كان سينما تلفزيون أو حتى محتوى تعليمي، وبسببه انتشرت مهنة المترجم ووصلت ترجمة الأفلام لأهميتها ومكانتها اللي احنا شايفينها دلوقتي، واللي ما بتقلش أبدا عن أهمية الفيلم وجودته. وبكده خلصت حلقتنا، ما تنساش تنزل تبص على المصادر وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. شكرا واشوفكم في حلقة جديدة.